قافلة الفن هو عبارة عن ثلاث كرفانات، كل كرفان مخصص لنوع من أنواع الفنون، والقصد منه هو في ظل بيئة آمنة نستطيع أن نوفر للأطفال الفرصة لتعلم شتى الفنون ولإطلاق إبداعاتهم في المجالات الفنية. كثير حبيت الأولاد، أكثر من هيك براءة أنا ما شفت. كل طفل لقينا في تالنت، اللي بيعرف يغني، اللي بيعرف يلقي، اللي عنده معلومات كثير حلوة. أنا بشتغل الحوامدة من الأردن، من لياقة الأردن. أنا جيت على مخيم الفاعور بلبنان عشان عجبني اسم التطوع انه قافلة الفن، لانه الفن هو اسهل اشي ممكن يوصل فيه السعادة للاطفال. انا بالاصل بالكويت، يعني خريج معهد العالي للفنون المسرحية. انا اشوف من وجهة نظري ان الفن هو المتنفس حق كل واحد يحمل في قلبه نوع من الحزن، نوع من الكسر، نوع من المأساة. هذا المشروع كتير مهم، لأنه بيّن ووضح قديش الأولاد بحاجة لأشخاص يساعدون لحتى يكونوا عم يقدروا يتعاونوا مع بعض. فالعمل الفني ممكن كتير يساعدهم أنه يتعاونوا مع بعض ويتعلموا سلوكيات جديدة. يعني فكرة رائعة جدا، انه تجي مؤسسة تطوعية على مخيم في هذا العدد الكبير من الأطفال وتعمل ما يشبه المركز الفني الجميل. بصراحة يعني ملفت للنظر بأناقته وبجماله. كثير الناس الحقيقة بيدفعوا الثمن بالمخيمات من الأطفال، لأنهم يعني بعيدين عن المدارس، بعيدين عن الرعاية، بعيدين عن التعليم. مسحت الارض كلها حطيناها من عندنا وساعدناهم كثير، يعني فرحنا معهم وبكينا معهم، بس حالاتهم كثير 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 صعبه لوقت ما وصلنا لقافله الفن. كل شيء تغير، انبسطنا، غنينا معهم، رقصنا معهم، يعني قافله الفن اعطتنا حيويه ما كنا نحلم فيها، يعني حلم. يوم الحفله الختاميه والاولاد كثير كثير متحمسين لحتى يقدموا العروض اللي اشتغلوا عليها. مش معقول ما شفتنيك انقتلتني. انا عم لعب الاولاد. كيف تعطيهم السهم؟ عم لعبهم. تفضلي، انا الامير علاء الدين. وانا الاميره خلود. الاستماع طابت الروح منك والعيني امانه تسمعونا بالعتاب. الفنانين اللي شاركوا معي هالمرة من شتى الدول العربية، يعني من الكويت أميرة بهبهاني، من الدول العربية في يوسف عباس على العود. أنا الحين اكتشفت إن البني آدم لازم يجي لوقت يكون اليوم يقول لا، أنا من اليوم راح أبلش أعطي، لأن في ناس محتاجة إنك تعطيهم أكثر مما أنت تاخذ. بتمنى اكثر من سنتين بيضل المشروع، لانه مبسوطين وما بدنا نرجع للحزن. يعني قافله الفن كل يوم عندها شيء جديد، كل يوم عم بتفاجئنا بشيء جديد. احنا ان شاء الله في قافله الفن نطمح بان نحن نساعد 120 طفل في اول 6 شهور، وطموحنا ان نصل خلال سنتين الى مساعده 400 طفل عن طريق قافله الفن. بعتقد بيستحقوا حتى أكثر من هيك، لأنهم أطفال كتير أذكياء وكتير حابين يتعلموا ويتعرفوا على different activities, different people. إحنا نحتاج لأي نوع من أنواع الدعم، سواء كان الدعم عينية أو بصورة مادية. نحن نأمل بأن إحنا نزيد عدد الكرفانات، فبعد ذلك نزيد فصول الفنية في هالموضوع. بلون ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعني العام القادم نبقى كلياتنا عم نعيد سوريا ان شاء الله.